وننتقل للجولة الرابعة، جولة شخصيات، ونشوف كيف راح يجاوبون عليها. يلا عطونا سؤالين. فهد حرقص يمين يمين هذا مصليبي من هو؟ صلاح الدين خمسين. من قال محمد فاتح؟ 47. لا محمد فاتح مو اي صار محمد فاتح 46 45. يلا كم يكن ترول؟ اكدولي هو نايف اللي يجي منه خير وبركه حبيبي احبشي. يا خلنا 157 نقطه. يس. طيب لازلنا في جوله شخصيات، وننتقل لمجموعه السقايا ونشوف كيف راح يجاوبون والحظ وين راح ياخذهم، وراح نطلع بسؤالين يمين واليسار. الخليفه يمين يمين الخليفه الراشد الرابع علي 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 بن ابي طالب. اجابه صحيحه. والله ما ادري والله ما ندري والله غيبوبه. شلون ما ندري؟ والله غيبوبه. ابو بكر عمر وعثمان وعلي. والله غيبوبه. والله 167 نقطه. طيب ننتقل لمجموعه الوفاده ونشوف الحظ وين راح ياخذهم بعد. يعني نبغى على درجه عيادتك الله. نبغى على درجه يا صديقي. أخص صديق. وتبغون نتاكد بعد المسابقه ما عندنا الله مشكلة. دائما عدول الله يرضى عليك. نرجع سعد تطنز. لا والله سعد لا تطنز يا سعد. سعد اقول ابو سعد سا 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 ها اقول ابو سعد تطنز سا 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 ايوه رفاده. طيب نرجع